السلام عليكم. هذا شارع النخلة، هذه على اليسار سوقة الإخلاص ومسجد الإخلاص، هذه 46 دقيقة، الحرارة 27 درجة، الحرارة اليوم توصل 41. تكون حتى اليوم الحرارة، حتى اليوم غتكون الحرارة. هنا دايرين قيف، واخا الشي الاخر دايرين فيه سيدي لو باساج، هنا دايرين قيف. وقيف نورمالمون خاص الانسان يوقف حتى يوصل للطريق، ماشي يوقف عند قيف. المرات قيف كتكون لور، ولكن خاص الانسان قيف، يعني ماركي ستوب، يعني على اللحافة اللي كتطل على الطريق اللي جاي، يعني بلا ما يخرج للطريق، يعني باش تبان له الطريق. تما فين يدير قيف، تما فين يوقف، الا ما وقفش تما اللي كتعتبر مخالفة. اليوم الحد غنمشيو لسبعيون، هادي يوم 18، يوم 18 في الشهر اوت. بحكم الحرارة غدا غادي تهبط لديك 38 2، ولكن من بعد ان شاء الله بحول الله غادي يزيد الوقت، يعني غادي تهبط الحرارة 34 33، بالليل غادي تكون 17، يعني الجو غادي يكون احسن. يعني اللي ما تيبغيش الحرارة، لكن بحال المدن الساحلية كيتأثروا يعني فاش تيكون الجو بارد. يعني بقات هاد 15 اليوم ولا 17 اليوم اللي بقات دابا في الصمايم. الصمايم بقات لها 12 اليوم في شهر 8، في شهر 8، وبقات لها 5 ايام في شهر 9. المهم نتمنوا من الله، بعدا كاين واحد الاسبوع من بعد غدا ان شاء الله، كاين تقريبا اسبوع اللي غادي تكون فيه الحراره معتدله، وكل شيء بيد الله. يعني كاين تكهنات، يعني هذا الشيء ديال الارصاد الجويه، ولكن تيبقى كل شيء بيد الله. هذا شارع فريد الانصاري، انتم شفتوا خلاص الاشغال ديال هاد الاعمده راه راكبين، والمصابيح مازال حدهم الفوق، ولكن البارح دزت بالليل مازال ما شعلوش دوك البولات الفوقانيين، احنا ندوزو حداهم. باقي خاصهم كيلكو غوتوش، بحال هنا على اليمين، هما هنا مازال ما صوبوش التروطوار، باساج بيتون، يعني ممر رجلين فوق التروطوار مازال ما تكاتش. حتى هنا كاين شي بلايصات، هما كيلكو غوتوش يمكن عندهم، بعض المرات تلقى القنوات ولا كتلقى دوك لي غوكار ديال القوات، والشجر، الشجر خلاص مازال ما حطوه، يلا عمروا الحفاري بالتراب. هادو جايين الملاعب القرب، هادو يمكن دايرين السبعة، هادي السبعة كنقص ماين دابا 46 دقيقة، كاين شي وحدة لداخل بعدا. إذا قلت لكم يمكن داكشي علاش ما مازال ما داروش الخطوط البويض، مازال ما تراساوش الطريق، مازال ما داروش الخط الوسطاني، مازال ما داروش الخطوط نتاع ممر الرجلين، يمكن كيتسناو حتى تسالي الخدمة في مرة. لحقاش هادوك الخطوط إلا داروهم وخدمو ما غادي يتكرفسو، غادي يتمسحو، غادي يكحالو. هنا وصلوا بالمصابيح، المصابيح وصلوا بها حتى لهنا. هذا هو الشكل ديال المصابيح اللي دايرين في شارع فريد الانصاري، هما هادو انتما كتشوفو. ما تديوش على القدام دوك الطوال، دوك الطوال راه قدام،
هادو مازالين هنا. هنا هنا لو غوتور يلا حدهم تما، حدهم دوك دار واحد 3 ولا 4 في الرجوع. هنايا هنا مزيان، هنا راجعين مزيان، ولكن راه زقلو دونك هادشي كله على اليمين وعلى اليسار راه مخدوم بالمصابيح. غير هما خلي زقلو شي جوج ولا ثلاثة ديال لي بوطو، يمكن دابا يكملوهم. خلاص غيكملو كلشي، كنلاحظو باقيين كيلكو غوتوش تروطوار. هذا ما عرفاش يبان لكم هاد الهبطه ديال اللي كتهبط الباب القزدير، هاد الشارع عبد الكريم الخطابي، راه هابطين معاه المصابيح حتى الباب ديال القزدير. هذاك وباب كوبيش لحقاش داخلين حتى هما في هذا المشروع ديال تهيئه شارع فريد الانصاري، شارع محمد الخامس. شتو بحال نساوي بحال ما نعرف، مازال كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، واش ما كاملينش الفلوس، واش الدراسه، واش الله اعلم، ما عنديش اخبار. ولكن اللي كان مقرر والهضره اللي كنا سمعناه هو انه شارع محمد السادس غادي يتخدم في 2024. كانت شي هضره كتقول هنا تيتسالى شارع فريد الانصاري، هنا كنبداو شارع بيرانزاران. هذا راه مقاد، هذا شي هضره كتقول راه شهر اكتوبر، ولكن ما باينش البوادر. نتمنوا من الله يصوبوا ذاك شارع محمد السادس يبداوه. شارع محمد السادس هو اللي كيبدا من اسواق مرجان، من حدا اسواق مرجان، يعني من الطريق الوطنية رقم 6 حتى للعودة. هذا المقطع كامل غادي يتعاود، غادي يتقاد. هذه الدخلة ديال سيدي بوزكري على اليمين، الحي الكبير بقى هو كله سيدي بوزكري. الضريح والمقبرة على اليسار هنايا، هاهما على اليسار، هذا هو الضريح. فهذا واحد السيد هو مبني فوق التروطوار، هذا راه السيد هذا، ما عرفتش سميتو، مبقيتش عارف علاه سميتو. من هنا نخرجوا نرجعوا للطريق او نخرجوا للطريق الوطنيه رقم 6 باش نمشيو لسبع عيون. السوق ديال سبع عيون تيكون لاصق على واد جديده، هنا الحي الصناعي سيدي بوزكري. هذا المركب السياحي الليمون هو اللي على اليمين. هنا نخرجوا للطريق الوطني رقم 6،
وهذه اللي كنا فيها واللي طالع نيشان هي التاريخ الوطني رقم 13. هذه طريق فاس دابا. لا باقيش على الضوء. غادي يكملوا الشارع من الهيه وحتى 7023 حتى الطريق الإقليمية 7023 غادي يكملوها بحال هاد المصابيح هكا. الشمس كي تيبان لكم الشروق، هادي 7 القسم. الفلاحية عليكم. السلام عليكم.